صباح وأهلا وسهلا على القناة. اليوم بدي أتحدث معكم عن شغلة مستغرب فيها شوي من شركة جوجل. يوم الاثنين أعلنوا على تليفون جديد اسمه البيكسل 4a. أول شيء عملوه من السنة الماضية نزل سعره $50، سو حيبلش ب $350 بأمريكا. غير هيك عملونا دوبلاج للستورج بقلبه للتليفون، 128 جيجا بايت بدل ما يكون عندنا 64 مثل السنة الماضية، عطونا 2 جيجا بايت رام زيادة 6 بدل الأربعة السنة الماضية، والكاميرا الموجودة هون بتضل تكون أحسن من أحسن كاميرات موجودة على التليفونات هلأ، خاصة بسعره لهالتليفون ب 350 كله، ونزلوا كمان السعر $50. يعني صراحة غريبا بس أنا مبسوط كتير إنه جوجل عملوا هالشغلة عشاننا. خلينا نتحدث عن كل المميزات الحلوة فيه للبيكسل 4a. أهلا وسهلا، خلينا نبلش. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. فهذا هو البيكسل 4a. الحلاوة فيه انه نزلوا كتير شغلات جديدة اللي ما كان عنها السنة الماضية. اول شيء بدي اخبركم عليه انه لما بيجيبوه حيكون $350، ما فيه الا موديل واحد. اللينك اللي حاطيكم اياه تحت بتاع امريكا بفرجيكم قد السعر تبعه ب 350 يا اما 380 اذا بدكم تجيبوه مع الغطاء اللي معمول منه لجوجل. هذا اللي عندي هون معمول من شركه اسمها جوستك. من شي كم جمعه لقيتها بالصدفه، كانوا عاملين الغطاء وعم بيبيعوه على الويب سايت تبعهم، ثم اشتريته تقريبا $15، ما كتير غالي، بس اللي عجبني فيه انه قدرت اجيب الغطاء قبل ما جاني التليفون باجماع، وما كان حدا في كمان يقدر يجيب التليفون بوقته. بس الحمد لله هلا جوجل بعثت لي اياه والتيم بيكسل كمان بعثوا لي اياه حتى نقدر نتحدث عليه شوي. اول شيء بدنا نتحدث عليه انه الشغلات اللي موجوده بقلبه. عندنا كاميرتين 8 ميجا بكسل موجوده فوق هون على الشمال، وعندنا وحده موجوده تاني 12 ميجا بكسل. هدول حيكونوا تقريبا نفس الكاميرات الموجودين كانوا على الكاميرا الموجوده على التليفون السنه الماضيه. هذا البيكسل 3a عملت لكم الفيديو عليه دغري لما كنت على جوجل ايو. غير هيك ما عندنا لون واحد عليه للبيكسل 4a. البيكسل 3a كان عنده لون عده الوان، بس عيد شغل غير هيك كمان اذا بتلاحظوا مثل ما في عندنا شغله هون انه كان عنده نوعين من ورا، عندنا مغبش شوي وبعدين سليبري موجود لفوق. هون بس واحد قطعه واحده من فوق لتحت، ما في لونين. الفينجر برنت سنسر بعده موجود لفوق، وعندنا الجوجل لا في وايرلس تشارجنج ولا شيء تاني. غير هيك البطاريه الموجوده فيه هون تقريبا 3100 ملي امبير. سو مثل ما قلت لكم كاميرا واحده رغم انه مربع موجوع فوق. عندنا الفوليوم روكر والباور بطن موجودين هون نفس الشيء مثل ما شفناه من السنه الماضيه، بس ما بتلاحظوا انه التليفون اصغر من البيكسل 3a. هذا التليفون الصغير تبع السنه الماضيه. السنه الماضيه هذا نزلوه ب $400، هيدي السنه نزلوا هيدا ب 350، وهيدا احسن منه لتبع السنه الماضيه. غير هيك الشاشه الموجوده هون اكبر منها للشاشه الموجوده هونيك. خليني افتح التليفون، نفتح الجوجل هوم. مثل ما عم بتشوفوا هيدي 5.8 الانش موجود عليه، وصغروا التشن والفورهيد عليه الموجود للتليفون. سو رغم انه اصغر الشاشه بتضل اكبر. وغير هيك ستيريو سبيكرز بعضهم موجودين هون. هدول الشغلات كتير منيحه وانبسطنا فيها. هلا العله انه هيدا التليفون ما حيجي باندرويد 11 هلا، معناته البيتا ما فينا ننزل عليه لهالتليفون، بس بنعرف نحن انه بسبب انه هيدا البيكسل جاي منه لجوجل، اول ما ينزل الاندرويد 11 حينزل دغري عليه لهالتليفون. الحاسوب الموجود هون 730 جي، هذا نفس الحاسوب اللي فرجيتكم عليه بالفيديو الثاني تبع الرينو 4، واحسن بكثير من ال 660 تبع السنه الماضيه اللي شفناه هونيك. الستورج موجود هون دوبلو، صار عندنا 128 بدل ال 64 اللي موجودين هونيك. 6 جيجا بايت رام بدل الاربعه اللي موجودين هونيك، ومثل ما قلت لكم نزل سعره ب $50. معناته كل المميزات اللي موجوده هلا بالاندرويد 10 حتكون موجوده هون. في نسحب بالنص، نعمل كل هدول اللي نفتحهم كلهم، كله سريع. ورغم انه مثل ما قلت لكم انه سعره 350 حيكون سريع كتير، لانه الجوجل بيكسل اللي بيجوا عن السيستم تبعه بيكون كتير سريع وكتير مزبوط منه لجوجل، وهن بيظبطوا السوفت وير تبعهم حتى ينزل دغري على هيك هاردوير. 6 جيجا بايت 128 و 730 جي منه لسناب دراجون. مثل ما قلت لكم في عندنا ستيريو سبيكرز موجودين لفوق لتحت، عندنا الهيدفون جاك برضه موجود هون، الميكرو مفروض لتحت، السماعه الثانيه واليو اس بي سي لنقدر نشارجه لتحت. على الشمال عندنا الجوجل فيد، على اليمين فينا نزيد عده تطبيقات، وفينا نلعب كمان العاب، مش معناته لانه التليفون هيدا منه سناب دراجون 860 ما حنقدر نستعمله. نقدر نلعب العاب منيحه مثل كول اوف ديوتي، الاسفلت 9 وعده شغلات هيك كمان. بس انا ما كنت انتم بدكم تتحدثوا هلا عن الكاميرات الموجوده هون، خلينا نفتح الكاميرا ونبلش نتحدث شوي. سو الكاميرات مثل ما قلت لكم 8 قدام و12 موجوده ورا. الفيديو عندنا هون الماكسيموم نقدر نجيب من قدام 1080 بي 30 فريمز بير سكند، لورا عندنا 4K 60 فريمز بير سكند. معناته اذا بدي اسحب من فوق فينا نشوف هون عندنا 4K 30، 1080 بي 60 وال 1080 بي 30 فريمز بير سكند. لما نقلب الكاميرا لقدام ما بيعطونا اختيار اي شيء لانه هو بس 1080 بي 30 فريمز بير سكند. بس اللي بيعجبني فيها حاعطيكم هلا شوي مساطر تشوفوا كيف تطلع الصوره منه. عندنا النايت سايت حتى نظبط صور منها مثل ما شفنا من قبل، عندنا كمان البانوراما، الفوتوسفير، اللينس والسلو موشن كلهم هذوليك موجودين.
خليني هلا افرجيكم شوي عن كل المميزات الحلوه عن الكاميرا بعد كم مساطر هيك عن صور وفيديوهات منه للتليفون. اول شيء بدنا نبلش فيها نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، الماكسيمم اللي بيقدر نعمله عليه هون ال 1080 بي 30 فريمز بير سكند، ما بيعطونا 4K، بس على القليله بنقدر نسمع نشوفها ان الصوت والصوره بتطلع منيحه. غير هيك الكاميرا واسعه شوي، سو اذا ابعد ايدي هيك سوري عشان الشمس، بتقدر تشوفوا انه كيف الصوره بتطلع منيحه. مثلا فيني انا احط حالي فيها دغري، واذا بعدت ايدي دغري لقدام بتقدر تشوفوا فيكم توصلوا كثير ناس. سو الكاميرا واسعه شوي رغم انه هي ما بتعطينا الا 1080p. لما نقلب على الكاميرا الموجوده ورا الماكسيمم نقدر نعمل هون 4K 30 فريمز بير سكند، بس الشغله الحلوه فيها كمان فينا ننزل على 1080p 60 نعمل 1080p 30 فريمز بير سكند 30 فريمز بير سكند، وكله هذا مستعملينه بالكاميرا الموجوده الوحيده اللي ورا. الشغله الثانيه بدنا نتذكرها كمان انه هلا هون صار عندنا الستورج 128 جيجا بايت قاعدة مثل ما كان عندنا بالزمان ال 64، معناته نزلوا السعر $50 وعملوا لنا دوبلاج للميموري بقلبه للتليفون، وغير هيك صار عندنا 6 جيجا بايت رام بدل ما يكون عندنا 4، ومثل ما عم بقول لكم نزلوا السعر وعلوا لنا المستوى تبعها للكاميرا. ومثل ما لاحظنا كل شيء ماشي منيح. هلا باعتقادي انا بالسعر هذا ب $350 هيدي حتكون احسن كاميرا موجوده على التليفون بهالسعر، خاصه نازله منه لجوجل، احسن من ما شفنا السنه الماضيه هون. بس خلينا نتحدث عن السماعات ونشوف قد ايه قوتهم. خلينا نعلي لكم الفوليوم هلا للاول شيء ونتسمع الغنيه هاي اسمها أليكس كريندو جامبو، خلينا نفتحها هون. صوت منيح، ما حتكون اعلى صوت كثير لانه حتكون كثير كثير قويه، بس عندها شويه بيس وبتسمع بيطلع صوت منيح كثير. اذا بدكم تعملوا عليها مكالمات سبيكر فون حتمشي كثير كثير منيحه. انا هلا عم بستعمل على الاي تي ان تي بامريكا، هون ما عندنا ال 5 جي، هيدا الموديل بس 4 جي. خبرتنا يوم الاثنين جوجل انه في موديل ثاني حيجي منه لهالتليفون مسمينه البيكسل 4 اي 5 جي، حيجي بنفس الوقت مع البيكسل 5 بس بعدين. هيدا بيكسل 4 اي ب $350 لانه بعده 4 جي، ما عندنا 5 جي موجود مثل السنه الماضيه. 4G LTE موجود هون وحيمشي كثير منيح. عندي بامريكا ماشي مع تي موبل واي تي ان تي كثير هين كثير، والفينجر برنت سنسور كثير كثير سريع حيمشي مزبوط. الشاشه كبيره، عندنا الاولد بانل نقدر نشوف فيها كثير كثير منيح. واخر شيء بدي افرجيكم عليه هون انه هذا الغطاء اللي انا اشتريته من شركه اسمها جوستك من شي كم جمعه لقيته بالصدفه انه كانوا عم بيبيعوه قبل ما نزل التليفون وقبل ما حدا يقدر يجيب التليفون لقدر يجربه عليه. سو مثل ما قلت لكم تحت بالمعلومات حتقدر تشوفوا سعرين، سعر واحد حيكون 350 للتليفون لوحده، اذا بدكم تجيبوا هالغطاء حيكون في لينك ثاني كمان موجود عليه، حقه تقريبا $15 ما كثير غالي. كل شيء نقدر نستعمله عليه، عندنا البروتكشن السميكه كمان الغطاء، عندنا حمايه هون موجوده على الاطراف تاعيته للتليفون، نفتح الهيدفون جاك، للكاميرا كمان عندنا غطاء بيغطوا الكاميرا حتى اذا حطينا الكاميرا على الطاوله ما بتتخبش. الشاشه كلها موجوده عليها، عندنا الريزد الليب موجوده هون حتى اذا حطيناها دغري كمان بتمشي، وكل المعلومات موجوده ورا كمان بيخبرونا عنه للتليفون. كثير منيح وعندها ماسكه منيحه، واذا بتحبوا تستعملوا اللانيرد فيكم كمان تستعملوها هون للشمال. غير هيك الفينجر برنت سنسور ماشي بيفتح، كل شيء بيمشي مزبوط عليه للتليفون مع هالغطاء الجديد من شركه جوستك. امنيتي انا انه جوجل تضل تعمل هالشغلات، معناته بينزلوا سعر التليفون الجديد وبيعطونا مميزات احسن من السنه الماضيه. هيدي شغله كثير كثير منيحه خاصه بالنسبه لنا. اذا عم بتفكروا تجيبوا تليفون مثل هيدا حقه $350، يعني حتى لو بدنا ننزل على الدول العربيه مع الجمارك ما حيكون سعره كثير غالي، حيضل سعره محترم. البروسيسور تبعه حيكون 730G، ما عندنا 5G عليه، هيدي شغله بدنا نعرفها، لانه نزلوا السعر وعملوا مثل ما بقول لكم بينزلوا المميزات تاعت البيكسل 5 البيكسل 5 4 XL حتى يقدر يعطونا كل المميزات المضبوطه بالسعر 350. سو اذا عم بتفكروا تجيبوا تليفون بتحبوا تاخذوا صور كثير، هذا التليفون حيكون ما في مثله بهالسوق. منه سريع كثير بس بيمشي مزبوط وبيعطينا كل الشغلات اللي بدنا اياها. ستورج منيح، رام منيح، نقدر نلعب العاب عليها، عندنا سماعات ستيريو موجودين عليه، في عندنا بطاريه منيحه 3100 ملي امبير، بتمشي كثير منيح مع حجمها للشاشه تاعتنا لانها اولد كمان، وعندنا الاولويز اون ديسبلاي موجود عليها. مثل ما فرجيتكم كمان لعبه الكول اوف ديوتي ماشي كثير كثير منيحه، ما في اشكال، ما حيكون عندنا اشكال كثير الا اذا عم نفكر بدنا السرعه وبدنا الشاشه الكثير كبيره وبدنا الوايرلس تشارجنج والبطاريات الميني. هدول حيكونوا شغلات بعدين ان شاء الله بنشوفهم لما بنعرف معلومات زياده عن البيكسل 4 اي XL وغير هيك البيكسل 5 اللي حييجوا بعد شوي، هدوليك حيكون عندنا 5G عليهم، هيدا بس عليه 4G LTE. هلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على القناه، والله يخلينا اياكم ان شاء الله تكونوا منيح وقاعدين مع العائله ومرتاحين. اليوم هيدا التليفون اجاني من شركه جوجل ميد باي جوجل وتيم بيكسل، شكرا جزيلا لاثنيناتهم اللي قدروا يساعدوني اقدر اشارككم مع كل هذه الفيديوهات اللي حنزلها على البيكسل 4 اي. يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد.